عيد الأم قرب، بس الرجال مجبور يجيب 3 هدايا لأمه، لمرته، وأكيد لحماته. بدنا نجيب له هديتين مش هدية، عشان جبت لي مرتي. بعيد أمي وبعيد حماتي. لا ما خاص، لا ما بخاف من حماتي، لا حماتي حياتي. بتجيب له هدية لحماتك؟ هي أكيد نعم. مثل أمي، ما في خوف، العكس احترام. كيف تحترم والدتك؟ بدك تحترم حماك بالنهاية، أم مرتك. حماتك حتجيبه؟ ايه طبعا اكيد. تحت حساب حماتك بالعياد كمان؟ اكيد. بخاف منها لحماتك؟ ليش بدي خاف منها؟ هي مثل امي. عندي حماتي مثل امي. حماتك مثل امي؟ ايه طبعا، امي التاني بعتبرها، عشان انا منيحة معي. مش بتعيد حماتك؟ ايه طبعا، مثل ما بعيد امي بعيد حماتي. مجوزة رسم؟ مجوز، وعندي 3 اولاد الحمد لله. بتحب حماتك؟ لا والله بحبش حدا انا. لا تحبش حماتك؟ بحبش الا امي بس. ليه مش تحمي حماتك؟ شو بدي فيها؟ لو ما حماتي ما اجاني البلا، شو بدي فيها؟ حما ما كل العالم بتعيد حماتها، ما بعيدوا امهم يا حبيب قلبي. شو فكرك كل المجوزين بروح بعيدوا امهم؟ بده رضا حماته ورضا الله يا معلم، مش بيعطي لامه، بعدين امه، بعدين امه، اخر شيء امه يا حبيب قلبي. بخاف من حماتك انت؟ انا لا بخافش من حدا، مع حماتي والله كان عندي حما بتجنن، الله يطول بعمرها بعدها عايشه، بس الحمد لله عندي حما بتجنن. بس هلا كل الشعب، كل العالم بتروح تركض ورا مين؟ حماتي، بدعيد حماتي، وبعدها امي بيجي بروح عند امي ببوسه بوسه، بتضحك على امي. يا حبيبي لشو جايب لامك؟ ما تجيب لامك، جيب لامي. احترم حماتي مثل مثل امي يعني. ما هي الحما امي يعني شو؟ ما امك الثانية حماتك شو؟ كيفها في عيد؟ زي ما هاي هاي. تخصص حماتك بعيد لهم؟ طبعا. ما اما لمرتي، كيف بديش خصصها؟ وامي كمان على راسي وعيني. كل العالم خير وبركه، واهلا وسهلا بالعالم كله، كل عام وانتم بخير لاحلى اميات. هو رضاك يا حمادي اهم من اليوم. انا اكثر حدا بيذكر حماته، انا دائما بعيد ميلاده بعمل تخفيضات عندي هون بعيد ميلاد حماتي. ولا بس تجي حدا بتقول لي قد ايه سعرها هيدا؟ بقول لها ب 350، ظبط لي السعر، وحياه حماتي مظبط لك السعر. يعني بدها احسن من هيك؟ عم احلف فيها بحماتي، ودائما بيقولوا لي العالم كذاب، بس ما بعرف ليه. انت هديه لحماتك عيد لهم؟ والله انا عم فكر جيب لها، انا مهيئ لها من زمان انا. لحماتك ولا لأمك بجوا هدية؟ لا لحماتي ولأمي اثنيناتهم. شو بتحدي لحماتك؟ لا بعد الأم مسافرة. مسافرة حماتك ولا أنت؟ وفرت علي. شكرا. أنا مغلفش اثنيناتهم، على عيد أمي وعيد حما الصراحة. عيد حماتك مثل أمك يا صراحة؟ لا. وهكذب يعني؟ لا أحكي. أمي اللي خلفتني وتعبت علي، أجيب لحماتي كمان مصيبة. أنا جبتنا بقى واحد عم يصرف عليها. هلا أمي ما بتصرفش عليها شيء. مظبوط ولا لا؟ أمي لحماتك؟ أنا أعوذ بالله بقول قدام الكل. مش حوافق على التطبيع. ما بخاف من حماتك؟ أعوذ بالله. إذا شو مالها؟ لا بخاف منها. ليه بخاف من السؤال؟ أنا بخافش لو مرته بس خلصها. أنا بخاف من الله سبحانه وتعالى ومرته وخلص. إن شاء الله مرته شوفش الفيديو يا رب.